مجدي، انا لاحظت ان المجمع في جنبيه كمان مدرسه الويلي للتربيه الفكريه. المدرستين بيقبلوا من عمر كام؟ لا، عندنا ديت غير ديت. الويلي بيقبل من فئه عمريه لغايه تمهيد، من بعد 12 سنه لغايه 14 سنه. والمجمع؟ انا المجمع من 14 سنه لغايه سن 24 سنه، عشان انا بأهله لسوق العمل. يعني ايه بيأهل لسوق العمل؟ ايه نوعيه الاعاقات الفكريه اللي قابله انها تدخل سوق العمل؟ هو كل الاعاقات الفكريه يعني عندها الفرصه دي؟ مش كل الاعاقات طبعا. يعني انا بقبل ايه؟ بقبل خريج مدارس التربيه الفكريه والدمج واللي هو راسب اعداديه. ببدا اول لما بيجي عندي هنا لازم يكون طالب معاه مصدقه او دمج او راسب اعداديه. بيدخل عندي يعني هنا الاقسام مصدق المصدقه اللي هو خريج مدارس التربيه الفكريه، قاعد في مدرسه التربيه الفكريه مثلا زي الفردوس 6 سنين تهيئه، وعكا اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته تربيه فكريه، ثم اتنقل في مدرسه الويلي اعداد مهني، اولى مهني، ثانيه مهني، ثالثه مهني، بياخد هناك اكاديمي وبعض جزء من المهني، بيعرفوا الاقسام المهنيه بس على مبسط. لما بيجي عندي وبياخد من عندهم مصدقه. لما بيجي عندي هنا، انا عندي هنا اقسام، عندي نجاره، عندي طباعه، عندي ملابس، عندي تريكو، عندي نسيج، عندي بستنه، وان شاء الله في فندقه. اسم فندقه. طيب الاقسام دي كلها بتاخد اي درجه من درجات الاعاقه الفكريه؟ بقى انا اول لما بيجي الولد بقسمهم، يعني ايه؟ بيلف الولد على الاقسام كلها، بيقعد في كل قسم من 15 يوم لغايه 30 يوم، بشوف الولد هل يا ترى يقبل او لا يقبل في القسم. بمين؟ بلجنه من اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي ومن عضو فني، ان الولد ده ينفع في القسم او ما ينفعش في القسم، عشان في اعاقه حركيه، في ما يقدرش يستعمل في قسم النجارة، في مثلا نروح نوديه في قسم التريكو أو نسيج.